السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مادي أخ وليد أحسن جيمر. اليوم راح نلعبوا لعبة فتح 12 قفل، ويلا نبدأ. أنا يلا. بدينا فيها بزاف المراحل، فيها واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة. هذه المرحلة الأولى راح نبدأوها. أولا هاي القصة. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل بدء اللعبة هاي القصة، ولازم نفتحوا 12 قفل. نعم. في هذا الباب باش يدي هذا الأب يدي بنته للمدرسة. نعم. هذا كود، تشوفوا هذا الكود، ها هو، وهو كود. تشوفون هذا الكود اللي قدام اللوحة دي، 8491 8491. نايس، فتحناها. ها هو مفتاح، وها هو ايضا يوم مفاتيح كثيرة. يلا افتح افتح. اجب ان نعمل في هذه اللعبة كثيرة. افتح يلا علي نفتح. ايه وجدت مفتاح في الحذاء. نعم. ايه افتح هذا في الحذاء معمر بالخنايل. يسكت يعني يصور. مهدي ما تخلطاش. نبحث هنا خطرش حندير هذوك في اليوتيوب هذا الفيديو. مانيش انت مسخر. نعم. ما هذا الزر نضغط اعطانا مفتاح. نعم. واي خلاص سهل هذا الجزء. هذا لانه المرحلة الاولى سهلة. سهل المرحلة سهلة كثير، وبعدها تبدأ تصعب. يلا نعم. تبقى لنا زوج اقفال. نعم. نبحث هنا لا يوجد شيء. نعم. وهنا. نعم. ها هم المفاتيح. واو. نايس. سهلة سهلة. فتحناها. يلا افتح الباب. يلا لتذهب الى المدرسة. يلا روحوا. ذهبوا. المرحلة الثانية. كملناها في 53 ثانية. المرحلة الثانية. تشوفون. والان هذو المراحل نلعبهم ان شاء الله في الحلقات الجاية. ويلا اتمنى يكون عجبكم الفيديو. لا تنسوا اللايك والاشتراك وتنبيه جرس وتفعيل الجرس تنبيهات. ويلا مع السلامة. باي باي.